أذكر لكم دليل وننتبه لهذا، وفي أمثلة كثيرة عليها. بريرة رضي الله عنها، وهذا كلما إذا تكلم عن بريرة أخي، في أولا حديث بريرة فيه فوائد كثيرة للعلم، وأنا أنصحكم قراءة كلام العلم، كلام في فتح الباري، قصة بريرة رضي الله عنها قصة عظيمة وفيه فوائد كثيرة جدا، بعضها جعلها مصنف كامل لهذا الحديث. قصة بريرة رضي الله عنها حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ لدرجة أن يجري وراءها في الأسواق يبكي حبا فيها. انظر إلى هذه المسألة العظيمة، يجري وراءها يبكي، هذه المؤثرات القوية، ومع ذلك بريرة لم تنعطف وتنساق له رضي الله عنهم جميعا، بل كان يحب حبا عظيما وهي تبغضه بغضا شديدا. حينما عتقت رضي الله عنها واعتقها، كما تعلم قصة الولاء لمن اعتقها، اعتقتها عائشة رضي الله عنها، هذه مسألة طويلة، أنا أريد أن أدخل في الشاهد. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو راجعتيه، انظر، لو راجعتيه. بريرة قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. هذه مسألة عظيمة. أولا استشكلت عائشة بريرة، قال: هذا هل تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع فقط، إذن لا حاجة لي فيه. فدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، لأنك أتأمرني يا رسول الله، لو قال نعم آمرك لم تثلت، فدل على أن الأصل في الأوامر الوجوب. فأذا فائدة أصولية، في فائدة أخرى أن الشفاعة لا يجب الاستجابة لها، إن أمر مستحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة، قال: لو راجعتي أتأمرني يا رسول؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ؟ هل يعني غضب عليه؟ كيف يعني ترد كلامي، ترد شفاعتي، أنا ليس لي مقام عندها؟ فهي ردت الشفاعة، فلم يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، انصرف صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يستفيد فائدة، أن لا يلزم من استجابة الشفاعة، وليس معنى ذلك يعني رد الوجه، رد مقامي، هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فائدة أيضا من الفوائد، أن الإنسان يبادر بالأعمال الخيرية ويصلح بين ذات البين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصلح بين بريرة ومغيث، قال: لو راجعتيه. لكن لا يلزم الاستجابة، لأن استجابة الشفاعة ليس بواجبة. أيضا أمر فائدة عظيمة، هذا في دلالة على قوة إيمان بريرة رضي الله عنها. فكيف تعرف هذا؟ قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ لو كان الإجابة نعم لم تثلت، مع أن مغيث رضي الله عنه يجري وراءها في الأسواق يبكي، مع ذلك لم ترجع إليه مع هذه المواقف الصعيبة العصيبة. يعني الآن الأصل بين الأزواج الود والوئام، مع هذه المؤثرات، مع ذلك لم ترجع. هنا جاء أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا الآن إذا جاء القرآن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا الهوى والنفس، انظر ماذا قدمت بريرة، تقدم أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. لو كان نعم دل على لم تذلت، تركت النفس والهوى وأقبلت على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في دلالة على قوة الإيمان. إذا تعظيم القرآن وتعظيم السنة.